إذن حسم 2020، القوات المسلحة المصرية تحمي ولا تهدد. حوارنا مفصل عبر سكايب مع سيادة اللواء دكتور نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا، مساء الخير. أهلا بك. أهلا بك سيادة اللواء. حسم 2020 أكبر تجمع قتالي للقوات المسلحة المصرية، حضرتك حدثنا عن هذه المناورة الاستراتيجية. كلمة مناورة يعني تطبيق عملي، تدريب في صورة تطبيق عملي بحجم كبير من القوات، بيشترك فيه كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، قوات جوية، قوات بحرية، قوات برية، قوات دفاع جوي. ممكن هذا التدريب يتم في اتجاه استراتيجي واحد أو أكثر، يعني ممكن في أكثر من اتجاه، 2 3 4 في جميع الاتجاهات أو في اتجاه واحد. حسم كانت هذه المرة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، واشترك فيها حجم كبير من القوات المسلحة. ربما كان العامل الأكبر فيها القوات البحرية والقوات الجوية، لما لها من دور يمكن حاسم في هذا المسرح اللي هو المسرح البري البحري. القوات الجوية هي العامل المشترك الأعظم فيه. هذه المناورة ليها دور معين، أو كان ليها هدف ورسالة مطلوب إن هي تصل إلى من يهمه الأمر. الرسالة اللي بتبعتها حسم دي بالظبط، إحنا معروف إن مصر بتنتهج استراتيجية ردع في الدفاع عن أمنها القومي. هذه الاستراتيجية أساسها منع الحرب، ردع يعني منع الحرب قبل نشوبها. بدل ما تقوم الحرب بحقق أهدافي بالردع، بمنع عدوي من أن يحاول أن يعتدي علي أو يهدد مصالحي في مجال الحيوي داخل وطني أو خارج حدودي. طيب، عشان الرسالة دي أو أحقق استراتيجية الردع لها ثلاث شروط رئيسية. أولا، أني أنا أمتلك قدرة قتالية أكبر مما لدى العدو أو من يفكر في تهديد مصالحي أو أمني، بحيث أن هو تقنعه أن أي عمل متهور من جانبه لإحداث أي نول أذى أو تعرض لمصالحي سوف يواجه بعقاب يفوق أي مكاسب بيحاول أن هو يحققها. ده رقم واحد. وهذه النقطة ظهرت تماما، مش احنا بس اللي قلناها، لا، ده مراكز الدراسات الاستراتيجية على مستوى العالم، يمكن منها جلوبال فاير باور اللي هو قال ان الجيش المصري هو الجيش رقم 9 على مستوى العالم من حيث الكم والكيف بالنسبة. لكن سيادة اللواء، لماذا تختلف حسم هذه المرة عن غيرها من المناورات العسكرية؟ ما انا لو قلت النقطتين التانيين هيبان ازاي بتختلف. النقطة التانية بقى، ان اقنع هذا الطرف الذي وصل بصلفه وغروره من كتر يتغاضى عن القوانين الدولية والأعراف وكله، ويهددني برسائل تهديد. لأول مرة حد بيهدد الأمة العربية، بيهدد مصر إنه لا، هيرسل إرهابيين إلى مصر وهكذا. فكان لازم نقنعه بجدية الردع، إن إحنا جادين في استخدام قدرتنا القتالية دي ضده، وإنزال العقاب الذي يجعله يخسر كل مكاسب بيحاول انه يحققها. يبقى الجدية ديت ان عندي قرار سياسي، ارادة سياسية، وده ظهر يوم 20 يونيو لما الرئيس السيسي القائد لعن القوات المسلحة من المنطقة العسكرية الغربية، يعني على الحد الامامي للاتجاه الاستراتيجي الغربي، بيعلن ان عبور الخط الاحمر او الخط سرت الجفرة خط احمر يهدد امننا القومي، وهذا يتيح لنا او يعطينا كل الحق في استخدام قدرتنا ضد اي معتدي يحاول ان يعبر هذا الخط. يبقى دي النقطه رقم 2، ودي ظهرت تماما، اراده سياسيه، جديه كامله، اعلان القدرات. واعلان منين؟ من مركز قوه، ده رئيس الجمهوريه القائد الاعلى، وهو يستعرض قواته الموجوده. يعني دي في حاله تفتيش حرب، اي ان هذه القوات من هذه المناطق اللي هي عملت فتح استراتيجي، يعني تحركت من العمق الى مناطق الانطلاق اللي منها هتنطلق تحقق مهمتها. التجميع القتالي اهو
خد مهمته وخد قراره، وما بقي إلا أن يعطى له الأمر تقدم يبقى جاهز. بقي آخر نقطة وهي إقناعه بقدراتي الحقيقية على إنفاذ هذا الوعد والوعيد اللي أنا قطعته على نفسي واللي أنا قلته له. يبقى هذه القدرات بانت فين بقى؟ من خلال حسم 2020. أمتلك الإمكانات؟ أمتلك الإرادة؟ قد يقول إن لا، ده أنا ما بمتلكش القدرة إن أنفذ هذا. لا، على الأرض بنبين هذه القوات وهذه الجحافل في البر وفي البحر وفي الجو بتجري بروفة كاملة لحرب حقيقية باستخدام الذخيرة الحية بكل الأسلحة بكفاءة منقطعة النظير، بيظهر فيها مدى الجاهزية والاحترافية لقواتنا المسلحة. نعم. إذن عناصر الردع الثلاثة ظهرت وليس مع العين فين. بنرسل من خلال هذه المناورة وما سبقها من إعلان عن إرادتنا وما سبق عن قدراتنا وإمكاناتنا ثلاث رسائل في ثلاث اتجاهات. نعم. أولا للجيش، للشعب المصري والشعب العربي على السواء، اطمئن، لديك جيش يستطيع أن يحمي مقدراتك ويحمي أمنك القومي. هذا الجيش لديه عقيدة قتالية تفوق كل هذه القدرات، هي النصر أو الشهادة. نعم. ثم الرسالة الثانية إلى من يفكر في تهديد مش ترابي الوطني، لأن ده أغلى من أي شيء آخر، يفكر أن يهدد مصلحة من مصالحي خارج أو داخل حدودي، أن العقاب سوف يفوق أي مكاسب بحاول الحصول عليه. نعم. ما هو الشعار الذي تنطلق منه حسم 2020؟ الجيش المصري يحمي ولا يهدد. القدرات العسكرية المستخدمة وذخيرة الحية وكافة التشكيلات المشاركة في مثل هذه المناورة، كيف تعطي نوع من الرسائل الواضحة لوقف تركيا عما تقوم به من تهديدات للأراضي الليبية، أو حتى في إرسال المرتزقة ودعمهم لجسديا على الأراضي الليبية؟ شوفي، في مبدأ، هذا المبدأ من مبادئ الحرب يقول إيه؟ إذا أردت أن تمنع الحرب، ده مبدأ مبادئ الردع، إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها. هذه القدرات بهذه الإمكانيات اللي احنا شفناها، والجيش المصري وما لديه من خبرات وما هو معلوم في تاريخه أنه جيش فعلا عقدته النصر أو الشهادة، كل هذه الجحافل وكل هؤلاء الرجال الذين يقفون خلف هذه الأسلحة لن يقبل واحد منهم أن هو يعيش لحظة واحدة وهناك تهديد لوطنه أو لشعبه. وبالتالي ده أنا بعتقد أن هذا هو السلاح الأقوى، العقيدة القتالية، لأن هناك جيوش في بلاد كانت تمتلك قدرات أكبر ولكنها لم تكن تمتلك الإرادة القتالية أو العقيدة القتالية، ففرطت في كل شيء وضاعت في لحظات مش في ساعات. أما جيشنا الحمد لله رب العالمين بنتسابق على الشهادة. وعلى فكرة الكلام ده احنا مش بنبنيه في المناورة حسم بس، يعني منها حاجة وأنا صرحت بده كتير وقلته، احتفال مصر بيوم الشهيد ده احنا بنعلن للعالم كله نحن أمة شهداء. يعني ايه شهداء؟ يعني بنتسابق، بنشوف الطفل اللي أبوه استشهد في معركة أو في مكافحة الإرهاب، الطفل ده جاي عايز تبقى ايه أمنيتك؟ انه يبقى مكان أبوه، الابن أو الأخ، عقيدة الدفاع عن الوطن والأرض. بالضبط، الأم عايزة تقدم والأب يقدم أبنائه الذين بقوا على قيد الحياة ليلحقوا بأخيهم الذي استشهد في ميدان المعركة وميدان الشرف. إذا نحن أمة شهداء، هذه كلها رسائل ردع في منتهى الحسم وفي منتهى القوة. ولذلك لم يأتي الاسم حسم من فراغ، حسم بنقول قضي الأمر، احنا حددنا وأعلننا، وهذا الإعلان له كل المصداقية وكامل الإرادة السياسية في إنفاذها. فكل من يفكر في عبور هذا الخط فليتقدم. نعم. القوات المسلحة المصرية وحماية الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة للدولة ليس فقط على الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا. بلا شك. يعني عايز أقول حاجة، هذه القدرات أنا بأظهرها في اتجاه استراتيجي، وقبل كده شفنا المناورة قادر وكان مشتركة في معظم الاتجاهات الاستراتيجية. إذا هذه القدرة اللي بيخلينا اتجاه استخدمها في هذا الاتجاه
لدي كل الحرية أن أستخدمها ومعها قدرات أخرى في أي اتجاه، إذا ما هدد اتجاه آخر حيوي لي بأي من الاتجاهات الأربعة لدي القدرة أن أستخدم قدراتي الكاملة لحماية مصالحي وحماية أمني. وللعلم، عشان في ناس كتير بيقولوا إيه، طب هل هذا هيبقى خصما من الاتجاهات الأخرى الاتجاه الغربي؟ لا، كل اتجاه استراتيجي له تجميع قتالي مسؤول عن حمايته، ومع كل التجمعات القتالية في الشرق في جيشين، في الشمال في تجميع قتالي، في الغرب في الجنوب تجميعات بالحساب قدرة على حماية هذه الاتجاهات كاملة وإنزال الهزيمة بأي قوات أو بأي معتدي يحاول أن يهددني من هذا الاتجاه. وكل ده معانا أيضا احتياطيات استراتيجية بالحساب أيضا، يعني حجم قدراتنا القتالية وحجم قواتنا المسلحة. للي كانوا بيسألوا إحنا ليه كنا بنجيب كل هذه، بننفق كل هذه الأموال ونشتري كل هذه الأسلحة عشان يوم زي ده، عشان ما احتاجش ان انا اخش في حرب. ما هو احنا بنقول ايه، في احدى استراتيجيتين، المسارات متعدده ومتوازيه، المسارات الدبلوماسيه تسير هي الاخرى المسارات في نفس الاتجاه للحل. نعم طبعا، لما اتكلم في مسار دبلوماسي من موضع قوه ويعلم العالم اني امتلك القوه، هناك صدى مسموع لصوتي. اما ان اتكلم وانا لا امتلك قوه، فكل هذه الأصوات قضت الطبيعة وهي أعدل حاكمي أن الضعيف ينوء بالخسران. ما فيش ضعيف حد بيسمع صوته، ممكن الناس تعطف عليه وتقعد تمصمص شفايفها عشانه، إنما لن ينال احترام، لن ينال حقه. لا، يبقى قوي يدافع عن حقه يتمسك به، سوف ينال احترام الجميع. وأعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الخطوط الحمراء في الداخل الليبي إذا ما تقدمت تركيا بتخطيها سواء في سرت أو في الجفرة، لكن أيضا إعلان القاهرة خرج بخريطة طريق للمسار الدبلوماسي ببناء المؤسسات الليبية بوحدة أراضيها، بخروج المرتزقة ومنع التهديدات التركية للأراضي الليبية أو احتلالها. النهاردة في وفد من القبائل الليبية في زيارة إلى القاهرة، يعني كيف تعول على القبائل الليبية كرقم فاعل في هذه المعادلة للتعاون ما بين القاهرة وطرابلس أو ليبيا تحديدا في وقف هذه التهديدات ووقوفها مرة أخرى بالشكل السليم؟ الشعب الليبي هو صاحب الحق الوحيد على أرضه، وله أن يدافع عنها بكل مقدراته، وله أن يستعين بأشقائه وبمن يراهم سوف يساندونه ويقفوا إلى جوار حقه المشروع. وعشان نبقى واضحين تماما، ليبيا ساندتنا ووقفت معنا إلى جانب 7 دول عربية أخرى وقفت معنا في حربنا المشروعة، وحققنا معا جميعا نصر أكتوبر 73. إذن هم لهم علينا حق أنهم ساعدونا في معركتنا، حق الدفاع المشترك طبقا لميثاق جامعة الدول العربية واتفاق الدفاع المشترك بين الدول العربية، حق الجوار. ثم أولا الشعب الليبي، رغم أن هناك خط حدود بيننا وبينهم، إنما القبائل، القبيلة الواحدة قبيلة أبناء علي أو أولاد علي، نعم، بتفصلها خط الحدود السلك اللي معمول، إنما نص القبيلة في ليبيا ونصها في مصر. هناك مصاهرة، الابن الليبي خاله مصري وأبوه ليبي والعكس صحيح. إذن هناك دولة، شعب واحد على في دولتين، أو ربما هذا هو التجميع السياسي أو نقول الدولة من المنظور السياسي، إنما من المنظور الطبيعي نحن شعب واحد، عربي واحد، مسلم واحد، قومي واحد، كلنا لنا نفس الأهداف، لنا نفس الأمال والآلام بتجمعنا معا وشائك كثيرة. وزي ما بقول لهم كل الحق، هذه القبائل لما تيجي وتطلب مني العون لا يمكن أستطيع أن أنا أقول لهم لا، ليهم علينا حق ولا المروءة ولا الموقف الشهامة والموقف العروبي والموقف المصري المساند. مصر في تاريخها دائما كانت إلى جانب أشقائنا، لم تكن فقط مع الأشقاء العرب، بل لنا في ثورة 52 نشوف في إفريقيا كلها يذكرون لمصر موقفها لحركات التحرر. إذن نحن نساند الشعوب
في الحصول على حقوقها. نحن لسنا دولة معتدية ولم يعرف أننا ولا طامعة دولات. نعم. ولا طامعة. ولو كنا طمعانين كنا طمعنا من بدري من 2011، ولما حتى لما كان الجيش الوطني الليبي بيحاصر طرابلس، وزي ما بنقول كان عايز هزة كده في الميزان العسكري كان استولى على طرابلس، كنا ساعدناه. إنما نحن رفضنا هذا بحيث إن مش عايزين نعمل شرخ بين الأشقاء الليبيين، عايزينهم يقعدوا مع بعض هم ويصلوا إلى كلمة سواء لكي لا يكون هناك فرقة ولا شقاق بين الأشقاء. نعم. سيادة اللواء، في أي إطار بتضع جهود مجلس الأمن الدولي والمواقف الدولية المختلفة المشاركة لمصر في حل الأزمة الليبية؟ أولا حتى الآن يعني ربما كان إعلان القاهرة وما تقوم به مصر من إعلان القوة وكل ما أعلناه، ومش عايز أقول استعراض للقوة، إنما إحنا بنوري إن إحنا لما بننادي هذا ما هو إلا نداء سلام، نداء للسلام، دعوة للسلام من مركز قوة. نعم. دي اللي هو الرسالة الثالثة اللي أنا ما كملتهاش، هي كويس إن حضرتك أثرتيها، نداء للمجتمع الدولي. السلم والأمن الدوليين معرضان للخطر من أطماع تركيا ومن أطماع أطراف بتدعي أن لها إرث، أي إرث وأي عفن أن يقول دولة تدعي ملكيتها لدولة أخرى ولشعوب أخرى. هذا السلم والأمن الدوليين معرضين للخطر، بل يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملوا مسؤوليتهم في فرض السلم، في منع انفجار الموقف وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. منطقة البحر المتوسط هذه المنطقة هي سرة العالم، ولو انفجر فيها قتال سوف تؤثر على العالم كله. هذا هو مكاننا كمركز بين ثلاث قارات. لكن الانسلاف التركي ما زال مستمر على الأرض، دعم المرتزقة، نقلهم من سوريا إلى الأراضي الليبية، وأيضا خرق حظر السلاح المفروض على الأراضي الليبية. ما تتخذ تركيا بكل أسف تصرف رخيص. لماذا؟ لو عنده الشجاعة أو الجرأة كان استخدم جيشه. لو نقوله تعالى لو أنت عايز تتواجه برجولة، لا وريني جيشك، مش تروح تجيب لي مرتزقة وتدفع بيهم واخد. يعني هو جايب المرتزقة دول إيه؟ السوريين المهاجرين المهجرين والنازحين نتيجة ظروفهم، خدهم عنده واستبقى أهليهم رهائن، ودول رهائن عنده في بلده، ويجيب المقاتلين دول يحاربوا. أنا أهلك عندي، حارب دفاعا عنهم وعشان أصرف عليهم وأكلهم. وعشان كده دول بنقول له، بنقول لهذا المعتدي التركي توقع كده أن دول أول ناس هيسلموا نفسهم ولن يقتلوا، لأن ليس لهم حق وأتوا إلى هذه الأرض. نعم. مكرهين، لن يدافعوا لا عن إرث تركي ولا عن إرث أو حق مزعوم ليس في أي شرعية. اللي جابهم دول هو عمال هيجيب العشرات أو بل هي مطامع أردوغانية فقط. لن يقتلوا. نعم. هو حاول إن هو يدفع بيهم، إن شاء الله يموتوا كلهم مفيش مشكلة، يعاونهم بالنيران بالطائرات المسيرة أو بنيران من البحر هيعمل مش أكثر. إنما إن هو يدخل جيشه لن يستطيع أن يواجه شعبه، لأن خسائره هتبقى أكثر مما يتخيل شعبه نفسه. نعم. إنه هو عارف وقدراته معلومة. جيشه يكفي إن هذا أي جيش عنده في تركيا اللي يعني جرده من ملابسه وعمل فيه اللي عمله في الشوارع بدعوة إنه عمل انقلاب ضده. جيش مين اللي هيحارب ده؟ والتنكيل بفئات كثيرة داخل المجتمع التركي. أشكرك جزيل الشكر على أي حال على هذه الرؤية الاستراتيجية والتحليلية، سيادة اللواء دكتور نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، كنت معي عبر سكايب. متواصلون معكم في من القاهرة موجز الأنباء مع دين أبو الفتوح، ونعود مرة أخرى بوقفة حوارية ثانية.